وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الكاملة للمواطنين في مساكن حضرية، نجحت الدولة في القضاء على المناطق غير الآمنة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة. روضة السيدة نموذج وتجربة فريدة على أرض محافظة القاهرة، حيث تمت إزالة تل العقارب بالسيدة زينب، وتم تنفيذ مشروع روضة السيدة لتغيير حياة السكان إلى الأفضل. كنا في بيوت قديمة، وبعد كده جينا في شقق نظيفة، جينا في شقق نظيفة وشقق حلوة، وربنا يخليك يا ريس. كفاية كل واحد عايش في شقته، كان كل خمس ست نفار في حمام واحد مشترك، الوقت كل واحد عايش في شقته مقفول عليه وبيته مستقل بيه، وحياة عيشة نظيفة ومساكن حلوة ونظيفة وكل حاجة كويسة، نظافة وأمن وأمان والصيانة زي الفل بصراحة، وناس كويسة ومحترمة. أنا عن نفسي عايزة نادي لولادي والأطفال، عايزة تعليم أحسن. أطفالي يعني الحمد لله بقى بيلعبوا في أمان، بيلعبوا جوا الشقة، أنا معايا أربع عيال الحمد لله بيلعبوا مع بعضهم جوا شقتهم، بسيبهم بقفل عليهم الباب وانزل شغلي الحمد لله، يعني مش هقول لك مش هكذب عليك الحمد لله، بقيت بسيبهم مطمنة عليهم، بسيبهم جوا الشقة وارجع عليهم جوا الشقة، ما بخافش عليهم الحمد لله، وحتى لما بينزلوا الشارع في أمن وفي الدنيا وفي النظافة، عمال النظافة وفي ناس كتيرة أو مراعية المكان هنا الحمد لله، ربنا يبارك لهم ويجازيهم كل خير. بلغت تكلفة مشروع روضة السيدة 330 مليون جنيه لتوفير مسكن آمن 4080 نسمة، حيث يحتوي على 816 وحدة سكنية بإجمالي 16 عمارة و198 وحدة إدارية وتجارية. بداية من النظافة للأمن للصيانة، الخدمات كلها موجودة في المشروع. احنا في أميز مشروع من مشروعات بدائل العشوائيات، احنا في قلب السيدة زينب، جنبنا المترو على طول، جنبنا مستشفى بالريش، جنبنا الخدمات كلها موجودة. أي خدمات محتاجها المواطن الحمد لله بنلبيها له على مدار الـ 24 ساعة. وتنتظر محافظة القاهرة إطلاق النسخة الثانية من مشروع روضة السيدة بحي السيدة زينب ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، حيث تمت إزالة منطقة الطيب بالسيدة زينب لتنفيذ مشروع روضة السيدة 2 الذي أوشك على الانتهاء ليرى النور قريباً.